إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه. الأخ الذي وزع ماء، لا توزع وقت الخطبة، بارك الله فيك. الأخ الذي وزع الماء، لا توزع وقت الخطبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في عام الوفود كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدخلون في الإسلام ويبايعون النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فكان من ضمن هذه الوفود وفد أقبلوا عليه، وكانوا في شوق عظيم إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، فما كادوا يصلون إلى المدينة حتى أناخوا إبلهم ونزلوا من عليها، وما عقلوا إبلهم، يعني ما ربطوها ولا اغتسلوا ولا تزينوا ولا غيروا ثياب السفر، وإنما مضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عجالا. إلا واحدا منهم لبث في مكانه ونزل بكل هدوء، ثم عقل إبل أصحابه خوفا أن تمضي عليهم وتشرد، ثم اغتسل وأخرج عيبته، يعني حقيبته، وأخرج منها ثيابا حسنة ولبسها وتطيب، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهيئة يصح بها أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الفرق بين وصوله ووصولهم إلا وقت يسير لا يكاد يلتفت إليه أصلا. فلما أقبل إليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم، لكنه احتبس لأجل أن يصلح حال إبلهم ولأجل أن يغتسل ويتهيأ للقائه، قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ ما هما الخصلتان وأنا إنما أسلمت الآن؟ قال: ما هما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحلم، أي عدم الغضب، الحلم والأناة، يعني عدم الاستعجال. هذا هو أشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه. الاستعجال هو من طبيعة الإنسان، وذمه الله تعالى في القرآن، فقال الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ربما دعا الإنسان بأشياء واستعجل أن يستجيب الله تعالى له، وهي شر له لو حدثت، يسأل الله أن يوفقه لهذا السفر، وربما كان هذا السفر هو شرا له، أو أن ييسر له تلك الوظيفة، وربما كانت تلك الوظيفة هي شر له. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فنهى الله تعالى وذم أن يستعجل المرء. والحلم والأناة والتأني هي من أخلاق الأنبياء، ولذلك ذكر الله تعالى هذا في كتابه، وبين الله تعالى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني صرت لينا متأنيا في تعاملك معهم. ولقد ذكر الله تعالى أحوال بعض الأنبياء، وذكر أنهم استعجلوا في أمور، من ذلك ما ذكره الله تعالى عن موسى عليه السلام لما كان مع قومه، ثم أراد أن يلقى الله تعالى عند جبل الطور أن يكلمه الله تعالى، فاستعجل وخرج من عند قومه قبل أن يأخذهم معه، فقال الله تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أنت لما استعجلت وتركت قومك قبل أن يتمكن منهم الإيمان، فإنك لما غادرتهم عبدوا عجلا خلق لهم من دون الله، وصوروه وعبدوه وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكيف أن الخضر قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني لن أستعجل،
وسأكون متأنيا حليما معك. فلما وقع ما وقع من أمر السفينة التي خرقها الخضر، ثم وقع ما وقع من أمر الغلام، ثم من أمر القرية التي استطعموا أهلها، ثم صنعوا لهم جدارا وأصلحوه، فإذا بموسى عليه السلام لم يصبر وسأل الخضر واعترض عليه مرارا حتى فارقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لو لم يعجل لقص الله علينا من حديثهما عجبا. لو لم يعجل، لو لم يستعجل في الاعتراض على الخضر وتأنى لقص الله علينا من حديثهما عجبا. وذكر الله تعالى في كتابه قصة يونس عليه السلام، وكيف أن الله تعالى أرسله إلى قومه داعيا ومبشرا ونذيرا، لكنه عليه الصلاة والسلام لما أبى قومه أن يسلموا وأن يتركوا ما هم عليه من شرك لم يستطع أن يصبر على ما هم عليه، كما قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضب على قومه ومضى إلى البحر وأشار إلى سفينة وركب معها واستعجل، لماذا لم تؤمنوا؟ وركب مع سفينة ومضى حتى وقع ما وقع بعد ذلك من قصة الحوت. ثم قال الله تعالى عنه لما تاب عليه، قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فذم الله تعالى الاستعجال، استعجال المرء أيها المسلمون في اتخاذ قراره، استعجال المرء في استعجال رزقه، استعجاله في أمور كثيرة لعله يأتي طرف منها، حتى ما يتعلق بالأمور الزوجية لا يجوز الاستعجال. بعض الناس ربما استعجل في تعامله مع امرأته، أو أن يكون مطلقا أحيانا بالثلاث، وهذا لا ينبغي له أن يفعله. الطلاق مرتان، مرة ثم يصبر، ثم مرة أخرى إن احتاج إلى هذا ثم يصبر، أما نعطيها الثلاث فلا يجوز. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يتكلم عن أقوام يطلقون زوجاتهم ثلاثا ثم يقبلون إليه ليبحث لهم عن مخرج، يقول ابن عباس: يرتكب أحدكم حماقته، سماه أحمق، قال: يرتكب أحدكم حماقته فإذا طلق جاء إلي يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وما أصنع لك، وما أصنع لك، لماذا تستعجل وتطلقها ثلاثا وما أصنع لك؟ ولذلك قال الله تعالى: لأجل أن يؤدبنا على عدم الاستعجال وعلى التأني والتروي، قال الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرء حتى لو طلق امرأته لا يجوز يقول لها طالق اجمعي عفشك واخرجي من البيت، تأنى، تأنى وتروى ولا تستعجل. فربما أن بقاءها في البيت يدعوك إلى التفكير أكثر في أمر هذه الأسرة، ويدعوها هي أيضا، ويدحر عنكم الشيطان. لا تخرجوهن من بيوتهن، تبقى معك في البيت وتكون في البيت كحالها المعتاد، سوى أنك لا تنام معها. وهذا بلا شك أنه تأديب للمرء أن لا يستعجل في اتخاذ قراراته عندما يتعامل مع امرأته أو مع حياته عموما. استعجال الناس أيها المسلمون متنوع، منه استعجال في أداء العبادات كالاستعجال في الصلاة. ولقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده، فأقبل رجل ودخل من ناحية المسجد وكبر وصلى ركعتين استعجل فيهما، ينقر فيهما كنقر الغراب في ركوعه وسجوده، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي، ارجع صلي تحية المسجد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة العجلة التي نقرتها نقرا هذه ليست صلاة، ارجع فصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى، ثم أقبل إليه عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى ورجع، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الاستعجال لا يجوز، ارجع. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا، فعلمني، هذه صلاتي، علمني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام منبها، نبهه أنه إذا سجد فليسجد حتى يطمئن ساجدا، وإذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا، وإذا رفع يرفع حتى يطمئن قائما،
ولو بحثت لو قارنت في الزمن ما بين الذي يستعجل وينقر صلاته والذي يتأنى فيها لوجدت الزمن لا يزيد بينهما في الفرق عن دقيقة إلى دقيقة ونصف بالكثير، لكن الشيطان يؤزه أزا ليستعجل في صلاته. وبعضهم ربما ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فإذا قال الإمام ليركع الله أكبر رأيته قد سبقه بركوعه، أو إذا قال الإمام الله أكبر ليسجد رأيته قد سبقه في سجوده. قد كان الصحابة إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يحن أحد منهم ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، حتى يثبت عليه الصلاة والسلام بجبهته ساجدا عندها يحنون ظهورهم يبدأون في مرحلة السجود. فلا يجوز الاستعجال في الصلاة، ولا يجوز أن يرفع رأسه قبل إمامه. أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا من الاستعجال. من الاستعجال أيضا عند الناس اتخاذ القرارات قبل التثبت. أسلم بنو المصطلق قبيلة ثم جمعوا زكاتهم وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله زكاتنا جاهزة، أرسل إلينا من يقبضها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم الوليد بن عقبة ممن أسلموا حديثا، فلما أقبل إليهم وعلموا بوصوله فرحوا بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرجوا إليه على خيولهم بسيوفهم استقبال كبير لأنه جاء من رجل عظيم عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل ورأى السيوف تلتمع تحت الشمس ورأى الخيول تصهل ظن أنهم جمعوا شيء جيشا لقتله ومن معه، فعاد أدراجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سريعا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجعك؟ قال يا رسول الله إنهم قد جهزوا جيشا لقتالنا، كانوا سيقتلوني، وربما هذا الجيش الآن في الطريق إلينا، منعوا زكاتهم ما أعطوني زكاة، هؤلاء جهزوا جيشا. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. هذا الرجل الصحابي الجليل اجتهد واستعجل في القرار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد أن يذهب في جمع من الصحابة إليهم، إن كانوا فعلا قد جهزوا جيشا لغزو المدينة فقاتلوا لا يصلوا إلى المدينة، وانظروا ما شأنهم، وإن لم يكن جيشا فانظروا في شأنهم. فلما تجهز خالد وإذا بوفد من أولئك يصل إلى المدينة وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله وعدتنا أن تبعث إلينا من يقبض زكاتنا وما جاءنا أحد. قال قد جاءكم فلان فخرجتم إليه بسيوفكم ورماحكم لتقتلوه وأصحابه. قالوا يا رسول الله خرجنا إليه مرحبين من فرحنا به، والله ما خرجنا لقتال، نحن على الإسلام. فأنزل الله تعالى الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تستعجل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الاستعجال أيضا أيها الناس الاستعجال في تناقل الأخبار. بعض الناس يصله خبر عبر وسائل التواصل الحديثة مباشرة، يعمل إعادة إرسال إلى عدد من أصحابه، تحويل إلى تلك المجموعات التي يشترك فيها، وربما كان هذا الخبر خاطئا، ربما كانت الصورة التي وصلت إليك قد عملت عبر عدد من البرامج الحديثة التي تركب الصور بعضها على بعض حتى يظنها قليل الخبرة أنها صحيحة، وأكثر الناس لا خبرة لهم بهذه البرامج ودقتها، فقد تركب بعض الصور وترسل الصورة إليك فتقول هذه صورة وهذا خبر، ثم تحوله إلى عدد من المجموعات وهو خبر مكذوب. أو ربما تناقل الأخبار في المجالس وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، ليس كل ما تسمعه يجوز أن تحدث به. وقال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، يقولون أن فلانا حصل له
كذا، ويقولون أن فلانا وقع منه كذا، ويقولون بئس مطية الرجل. المطية هي التي يركبها المرء لسفره وذهابه ومجيئه، فإذا اتخذ الإنسان مطيته زعموا وقالوا فهو مذموم عند الله تعالى. لا تنقل خبرا، لا تستعجل، تأنى وتروى. فالتأني من خلق الأنبياء والتأودة من خلق الأنبياء حتى تتأكد من الأخبار. ومن الاستعجال، الاستعجال في الرزق. بعض الناس ربما فتح محلا أو بدأ في تجارة، يبيع في مكان ما كما يبيع بعض الناس في أماكن الناس العامة أو في حدائقهم أو عند مساجدهم، ثم يريد أن يكون بين ليلة وضحاها من أصحاب الملايين. لا تستعجل رزقك، فرزق الله تعالى كتبه لعباده، لكن يؤخذ بالتروي والتأني. ولو لم تطلب رزقك لطلبك رزقك كما يطلبك أجلك. أقبل علي رضي الله تعالى عنه إلى المسجد ليصلي فيه ركعتين، فرأى رجلا عند باب المسجد فأعطاه دابته، الناقة، أعطاها إياه، قال أمسكها علي حتى أصلي وأخرج. فأخذ الرجل اللجام أمسك الناقة ودخل علي رضي الله عنه وصلى، ثم أخرج علي رضي الله عنه درهمين ليكافئ بهما الرجل عن خدمته له. فلما خرج وإذا الرجل قد حل لجام الناقة من عليها، حل خطام الناقة، حل خطام الناقة من عليها ومضى به، سرقه والخطام بدرهمين. وعلي رضي الله عنه كان قد جهز درهمين ليكافئه أصلا دون أن يعلم أنه سيسرق منه. فلما أقبل وجد الناقة من غير خطام وقد أنيخت على الأرض، قال سبحان الله، استعجل الرجل رزقه. لو تأنى لأخذ الدرهمين حلالا، ثم أعطى الدرهمين لغلامه قال اشتري لنا بهما خطاما للناقة، ومضى الغلام واشترى خطاما بدرهمين. لا تستعجل رزقك، واسأل الله تعالى أن يرزقك إياه. التأني أيها المسلمون والتروي هو من أخلاق الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق وأن يطبعنا الله تعالى عليها. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. الاستعجال في العموم أيها المسلمون مذموم، لكن الاستعجال في بعض الأمور محمود. فالاستعجال في ضيافة الضيف إذا دخل عندك هذا أمر محمود. الاستعجال في التوبة، أن يتوب المرء من ذنبه لا يؤجل التوبة، هذا أمر محمود. الاستعجال في أداء الحقوق إلى الناس، عندك أمانة لأحد، عندك حق لفلان، الاستعجال في هذا أمر محمود. استعجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاته لم ينقرها نقرا، لكنها كانت أسرع من غيرها من الصلوات، وإلا فصلاته عليه الصلاة والسلام هي خير صلاة. لكن الصحابة عجبوا، قراءتك الطويلة لم تقرأها اليوم، ركوعك الطويل، سجودك الطويل. ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ودخل بيته مباشرة، ثم خرج إلى أصحابه، فلما رأى عجبهم قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، يعني شيء أعطي للنبي عليه الصلاة والسلام ليصرفه للفقراء من ذهب ونحوه، ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني، ما أريده يطول عندي في البيت، ما دام أن للفقراء يطلع للفقراء مباشرة. وكذلك الاستعجال في قضاء الديون، قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رجل ليصلي عليه، رجل مسلم صالح، ف
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ قالوا: نعم. عليه ديناران؟ قال: صلوا على صاحبكم. ومضى. فقام أبو قتادة قال: يا رسول الله، الديناران علي. قال: حق غريم، يعني تقضيه، تقضي من تسلف منه واستدان. قال: نعم. فكبر وصلى عليه. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة في الليل فسأله: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات اليوم. فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم رآه من غد قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال: الآن بردت عليه مرقده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عليك دين لأحد فاستعجل بقضائه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع على الخير والهدى كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله فيهم. اللهم أمن ديارهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.